أهلا بكم من الموجز الاقتصادي. تراجعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية نحو مليوني دولار لتصل إلى 165 مليون دولار مقابل مبيعات قيمتها 167 مليون دولار يوم أمس الأحد. قال البنك إن سعر الصرف بلغ 1190 دينارا لكل دولار في المزاد المنعقد بمشاركة 30 مصرفا. أضاف البنك أن تلك المبيعات هي نتاج مزاد يوم الثلاثاء، موضحا أن إجمالي المبيع الكلي بلغ 189 مليون دولار، فيما بلغ حجم المبالغ المباعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج 164 مليون دولار. قال وزير التربية والتعليم في حكومة كردستان العراق بيشتوان صادق إن زيادة حصة كردستان العراق بموازنة 2019 ستؤدي إلى إلغاء الادخار الإجباري لرواتب الموظفين بشكل تام. أكد صادق أن الحكومة الجديدة شكلت لجنة لمراجعة موازنة العام المقبل، فيما تأمل أربيل في الحصول على الحقوق الدستورية لمحافظات كردستان العراق في الموازنة، لافتا إلى أن كردستان تأمل بزيادة حصتها بالموازنة وهو ما سيلغي الادخار الإجباري. كشفت مصادر صحفية بمحافظة ذي قار أن مطار الناصرية الدولي بات بطريقه للإغلاق. قالت المصادر إن أشخاصاً متنفذين بشركة الخطوط الجوية العراقية يعملون على عرقلة العمل بمطار الناصرية الدولي، لافتة إلى أنه تم تقليص أعداد الرحلات الجوية في العراق بين العراق وإيران إلى رحلة واحدة أسبوعياً بأوامر من المتنفذين، وهو ما ساهم بعزوف غالبية المسافرين في السفر عن مطار الناصرية. قالت محافظة إيلام الإيرانية إنها صدرت سلعاً وبضائع إلى العراق عبر منفذ مهران الحدودي بقيمة تزيد على 387 مليون دولار. أضافت المحافظة أن قيمة البضائع المصدرة إلى العراق والتي بلغت 387 مليون دولار هي حصيلة الأشهر السبعة الماضية، لافتة إلى أن السلع والبضائع المصدرة إلى العراق من إنتاجها دون باقي المحافظات الإيرانية. يذكر أن حجم السلع والبضائع المصدرة من المحافظة إلى العراق شهد نمواً بنسبة 27% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. أعلن مصرف الرافدين عن صرف وجبة جديدة من سلفة ضعف وضعفين للمتقاعدين المدنيين والعسكريين عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني. قال المصرف إنه تم صرف دفعة جديدة من سلفة ضعف وضعفين للمتقاعدين المدنيين والعسكريين لنحو 4026 متقاعدا، مشيرا إلى أن سلفة الضعف والضعفين تكون حسب تقدير راتب المتقاعد وتتراوح ما بين 3 ملايين و7 ملايين. أضاف المصرف أن صرف تلك السلفة تم عن طريق إبلاغ المتقاعد عبر إرسال رسالة نصية تخبره بمنحه السلفة، وذلك بعد أن استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه إياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني والتي تم تعبئة الرصيد المالي إليها. نتابع الآن أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.